هلا والله هلا والله معكم بلوجر فارس. اليوم عندي تحدي هو ان 24 ساعة اكل بس من الفريزر. طبعا بس الفريزر زي ما تشوفون شوي فاضية، فاليوم بروح نعبيها. هذا معناته فطور وغدا وعشاء، لا للثلاجة ما اطبخ شيء وما افتح الدولاب ولا اكل شيء ولا هنا بعد، بس فريزر. فيلا نروح نتقضى. طبعا اليوم هو اليوم بعد ما جبنا اغراض، راح نوريكم شيء شيء لما يجي وقته. فالان وقت الفطور، راح نسوي السينمون رول. نسخن الفرن، شوفوا هذا بنحطه في الميكرويف. طبعا هذا طلعه، خلينا نفتح ذا زي ما يقولون الحشوة داخل قبل ما يجهز. هذا نضبطه ونحطه كذا، وهذا بعدين يسخن ويميع. طيب يا فارس، انت تحب القهوة؟ ما اقدر اخذ قهوة، ايش سويت؟ سويت لي طبعا هذا قهوة وهذا حليب وهذا كريمر. ما اقدر اشرب القهوة بدون كريمر، فنشوف يمكن يضبط. طبعا ايش اللي راح اسويه؟ لانه هو بارد راح ناخذه بالخلاط. يا اخي ما ادري كم قهوة بس نحط كثير. ما توقعت الكريمر كذا يعلق. اوكي عدنا كل المكونات، القهوة حليب والكريمر، ان شاء الله عاد يطلع لذيذ. والان بنخلط. واضح ان الخطة ما نفعت، فايش بنسوي؟ هو نفعت بس انه بخليه ينشف شوي، واضح انه ما قاعد ينخلط. الان بنستنى الفرن يجهز. الفرن جهز، والان بنحطه كذا لمدة نقول 53 دقيقة. وبذل الوقت بنحاول نجرب انه نخلي الكافي يشتغل، يا رب يضبط. ضبط يا عيال. ما استخدم البروتين شيك، نحطه في البروتين. ترى هذه قهوتنا. انا طبعا اشرب بارد حار، بس يلا اليوم نشرب بارد على الصباح. طبعا عشان ننهي الطبق الاخير مزاز وندوق. واو طيب. No, I don't like coffee. No, it's good. يقول لا خايس. I don't like coffee. تسمعون الصوت؟ معناته جهز. والان ناخذ جلوف. طبعا انا بحط لنفسي اول شيء، ومصورنا بعدي بوحده، والحين علينا الف عافيه. طبعا انا ايش اسوي؟ احط فوق كراميل واحط فوق النتس بس. والله الان بناكل ونوريكم الاكل. يلا الان ناكل نشوف طعم مع الكوفي المثلج والسنبون الحار. ذوق. اتذكر اني كنت كذا اعيش، اني ما كنت اطبخ بس كنت اكل اكل مثلج. شوي صعب الموضوع بس الله، لازم نفكر وش نسوي حق الغداء. طبعا الان تقريبا الوقت نقول 12، وهذا وقت الغداء. نشوف ايش عندنا. عندنا فلفل مقطع، عندنا خضروات، عندنا بيتزا، عندنا بوريتو، عندنا تشيكن تندر، عندنا بطاطس. دوري بنسوي بطاطس. نشوف هذا اللي يمكن نسويه للغداء. هذا نسويه كذا، تجي طاقة كذا شكلها. فأنا أكل منها ثلاث حبات وحط جبن. فحتى كثبين طريقة ناخذ هنا. شو كيف نحن جيعانين؟ السينبون خلصنا شوي منه، باقي شوي. هذا يمكن يكون عشاء. التحدي الصراحة لحد الحين يعني مستوى الصعوبة في التحدي ذا أعطيه 7/10. ولد العائلة بياخذ ثنتين وأنا باخذ لي ثلاثة. أصلاً مكتوب الطريقة، إنه شوف حتى الطريقة مكتوبة هنا. سخنها بالميكروويف. cook one burrito at a time. remove oh at one time. يقول سو واحدة بس واحدة. place a burrito on a microwave safe plate. frozen يقول one minute. فحنا شو نسوي؟ نأخذها. ولد العائلة بيجرب الشيميتشانجا. مكتوب شوف مسوي لك دايركشن للميكروويف والاوفن وللاير فراير. فنبغى نسويه مايكروويف. مكتوب حطه لمده دقيقه 1 مينت. هذا اللي ولد العائله. اما انا فباخذ ثلاثه كذا، طبعا بخليه بالنص عشان يطلع شكله كذا مرتب، وبحط معاها الجبن. طبعا نستناها تخلص بندخل الميكروويف، بعد الميكروويف بنحط عليها الجبن واحلى عافيه علينا. والان جاء دوري احط اغراضي. اللي ما يدري ولد العائله يراجع وراي لان ادري اني انسى. يقول لي سوي لها الرعب، بعدين نلفها كذا، بعدين هذه نحطها هنا، نفتح ذا ويلا. ومنت هذا الشكل النهائي، طلعنا كل شيء وبنضيف عليه الجبنه. حركات في المطاعم المكسيكيه يحطون فوق جبنه كذا. طبعا معليش بنرجع مره ثانيه عشان بس يسيح الجبن اللي فوق.
نقول تقريبا 10 ثواني. يلا 10 ثواني والان جهز. شوفوا ليش اكلت وخلصت والحين قلنا بنروح نلعب كره الطائره ولد العائله بيروح يلعب، فيلا نروح. واخيرا وصلنا الى مدرسه ولد العائله فبنلعب فولي بول، فيلا تعالوا معنا. ممتع جدا، تبانين راح البيت. طبعا حق العشاء جاء الحين وقت العشاء تقريبا الساعة 9، فقلنا نبي نسوي لنا بيتزا. بيتزا صغيرة مكتوب عليها شيل ريموف فريشنس راب، بعدين حطها بالميكرويف لمدة تقريبا دقيقة وخمسة واربعين، مدري ساعة وخمسة واربعين. نحضر البيتزا ونوريكم كل شيء، ويلا نفتح هذا. وش خلينا نطلع؟ طيب أول شيء خلينا نفتح البيتزا. قالوا لي احطها لمدة كم؟ دقيقة وخمسة واربعين. ما اتوقع انها دقيقة وخمسة واربعين، بس نمشي على الكلام. نحطها، قالوا دقيقة. اوكي توني استوعب مرة ثانية ان هذه للميكرويف وهذه للاير فراير وهذه للفرن، فبحطها ثلاث دقايق يعني ازود. الحين كانت في دقيقة، هاي الثلاث دقايق. التحدي ما احسه صعب بس احسه طفش صدق، يعني انا متعود اني اطبخ وهو يعتمد على عامل الوقت، فاذا انت عندك وقت كثير الطبخ سهل اذا انت عندك المكونات. اما لا والله اذا ما عندك المقادير وقتك ضيق، اي من جد احس ان الفلوس راح توفر وقت مرة كثير. اقصد انك تطلب من برا راح توفر وقت مرة كثير، عرفتوا؟ هذه البيتزا بعد ما طلعناها من الفرن. الله الله الله، شوفوا شوفوا شوفوا، الله زي ما تشوفون لما نخليها تسخن وبعدين بنذوقها. طبعا اول مره اذوقها فبنخليها شوي تبرد عشان نذوقها. يلا نذوق البيتزا. ترى بالعاده ما اتعشى بس قلنا عشان التحدي بجرب بيتزا. وبكذا خلصنا التحدي. من الصعوبة أعطي التحدي 4 من 10، لأن أنت متعود على الأكل البروتين والأكل الصحي، أكل الريزر مو أبدا ما يصلح. الفطور كان كويس، الغداء كان كويس، العشاء زي ما شفتوا بيتزا، ويلا لك الحمد. وبس وإلى هنا وصلنا آخر مقطع، ويعطيكم العافية ونشوفكم على خير، ويلا مع السلامة.